أما هلأ رح نروح لفقرة جدا مهمة ونحكي اليوم عن تساقط الشعر اللي هي مشكلة كتير كبيرة إن كان بالنسبة للشباب والصبايا. من زمان كنا نشوف الصبايا يهتموا كتير بهذا الموضوع، ولكن شو اليوم عم نشوف أيضا الشباب اليوم صار لهم طريقهم بهذا المجال. أحيانا الحلول إن كان بنقص الفيتامينات، التعويضات، الإجراءات الدوائية ما عم تجيب نتيجة مهمة، ولكن اليوم العلم والتقنيات اتطورت ورحنا لزراعة الشعر اللي حققت نجاح 100%. تماما يا رشا، كثير اشخاص بعد فشل العلاج الدوائي بيروحوا لعمليات زرع الشعر وصارت شائعه كثير، لكن مين هن الاشخاص اللي بتنجح معهم هذه القصص، او مين هن الاشخاص اللي لازم يلجأوا لزراعه الشعر، وكيف بتتم هي العمليه؟ امور كثير وتفاصيل رح نحكي عنها مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستديو الدكتور عبد العزيز بلوي، مدير مجموعه إيليت هير. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا حكيم، نورت صباحنا اليوم. اكيد نحن اليوم فخورين بشركتكم، شركه سوريه كان لها بصمه كثير مهمه واخذت هلا بصمه افضل. اليوم حضرتك خلينا نقول مدير مجموعه إيليت العالميه واحد اهم مطوري قطاع زراعه الشعر في العالم، شكرا لكل شيء عم تقدمه. بدايه خلينا هيك نحكي عن الشركه، نعرف فيها ونحكي عن الخدمات اللي حضرتكم بتقدموها. اول شيء بتشكركم على الاستضافه، انا فخور بتواجدي ببلدي وعلى الاعلام المحلي والاعلام الرسمي. شركه إيليت هير هي شركه عالميه انطلقت تقريبا من 12 سنه، لها فروع مختلفه حول العالم باوروبا وبالشرق الاوسط، تقريبا 8 فروع حول العالم مختلفه، بتقدم خدمات مختصه بموضوع زراعه الشعر والعنايه بالشعر، مثل العلاجات المقدمه البي ار بي، البلازما، البيجمنتيشن الى اخره، اضافه الى الموضوع الرئيسي اللي هو زراعه الشعر. كانت انطلاقتنا بسوريا تقريبا من 4 سنوات تقريبا، وهلا يعني عم نطور الموضوع اكثر واكثر ان شاء الله. اليوم نحن ما في خوف عليكم، طالما اليوم نحن فرع بسوريا وله افرع اخرى معناتها اليوم نحن محققين بصمه ونجاح كثير قوي. تمام دكتور، خلينا نحكي اليوم عن مراحل زراعه الشعر وكيف يتم التحضير. هلا هي العمليه بشكل عام عمليه بسيطه صراحه من المنظور العام، هي اقتطاف البصيلات من المنطقه المانحه. مثل ما بنعرف اغلب الذكور اللي عندهم صلع بيكون في صلع كلي، ولكن هي المنطقه هون بنشوف انه ما بيصير فيها صلع. البصيلات بهي المنطقه بنسميها المنطقه المانحه غير قابله للتساقط وما بصير فيها صلع، فهي العمليه بالمنظور العام اقتطاف البصيلات او نقل البصيلات واحده واحده من المنطقه المانحه الى المنطقه المستهدفه اللي بدنا نزرع فيها البصيلات. بشكل عام هي بسيطه ولكن لا تخلو العمليه من المحاذير. خلينا هيك ننتقل لغرفة زراعة الشعر، خلينا هيك نتخيل أكثر الواقع كيف عم بيكون. حضرتك قلت اليوم نحن عم نعتمد على المنطقة اللي هي غير قابلة أنه للتساقط. طيب اليوم عم نقول وحدة وحدة، خلينا نحكي عن الوقت، قديش بياخذ مدة الزراعة؟ يمكن أكيد حسب الحالة بدك تقلي أكيد. اليوم ما بيكون في ألم، في تخدير، خلينا نحكي أكثر عن هذا الإجراء. هلا العمليه تحت التخدير الموضعي، خلال مرحله التخدير الموضعي نحن بنستخدم تقنيه الكونفورت ان اللي هي حقن الماده المخدره بفروه الراس عن طريق الضغط الهوائي بدون استخدام الابر. فهي عمليا بعد التخدير الموضعي العمليه ما بقى المريض يشعر باي الم فيها. خلال مرحله التخدير قديما كان في الم، ولكن بتقنيه الكونفورت كانوا ينزعوا نزع الشعر صح؟ هلا بعد التخدير بنبلش باقتطاف البصيلات واحده واحده، اول شيء عندنا مرحله الاقتطاف تقريبا بتاخذ ساعتين، بعدها مرحله الزراعه بتاخذ تقريبا 4 ساعات. فبناخذ البصيلات واحده واحده، بنحتفظ فيهم بسائل خاص بحافظ على حيويتهم، بعدين بناخذهم واحده واحده وبنزرعهم بالمنطقه المستهدفه او منطقه الصلع. هي العمليه بشكل تام بدون الم. بعد مرحله التخدير الموضعي مثل حضرتك بتروحي على مشان المشاهد اللي ما بيعرف زراعة الشعر وتروح عند طبيب أسنان، أغلب الناس رايحة عند طبيب الأسنان، بعد التخدير بيشتغل طبيب الأسنان ما بنحس بأي ألم. نفس الموضوع زراعة الشعر بعد التخدير الموضعي اللي بنعمله لفروة الرأس، المريض عمليا ما بيشعر بشيء أبدا. متوسط الوقت على الشاشة طريقة العمل حضرتك عم تحكي، فهو المتوسط تقريبا 6 إلى 7 ساعات حسب عدد البصيلات. تمام دكتور، هل في اليوم محاذير ما قبل الاجراء او بعد الاجراء ممكن انه تعطوها للمريض اليوم لحتى يتبعها؟ هلا بالنسبه للمحاذير، العمل الطبي صراحه مختلف عن باقي القطاعات، يعني باغلب القطاعات
خلينا نقول او المنتجات، ممكن تعطي انت منتج على مستويات مختلفه. يعني اذا حضرتك رحتي مثلا بدك تاخذي اي منتج الكتروني، ممكن تاخذيه بفي بتلاقي نفسه بجوده مختلفه بتناسب جميع الفئات الاجتماعيه او الاقتصاديه، ولكن بالعمل الطبي هذا الشيء غير واجد. بالعمل الطبي دائما نحن لازم ندقق على جميع التفاصيل مهما كانت صغيره، لان هي بسبب النجاح. فدائما لازم نعطي باعلى مستوى معين، وهذا اكثر شيء نحن بنعيشه بموضوع زراعه الشعر. في كثير اشخاص بيروحوا عند مراكز بتقدم باسعار منخفضه، ولكن بنفس الوقت هذا على حساب الجوده والكواليتي، فبصير عندنا نتائج سيئه. دائما نحن بجميع فروعنا بيراجعنا كثير اشخاص مرضى عاملين عمليات بمراكز، مع الاسف عمليات سيئه، بنحاول نصلح كثير من هي الحالات، وفي حالات مع الاسف موصل الضرر فيها لدرجه انه مستحيل نقدر نصلح فيها. فنحن دائما بننبه المريض وبنحذره انه هي العمليه هي عمليه تجميليه وليست عمليه اسعافيه. هي العمليه هي امانه، فانت لازم تروح المركز اللي هو قد هي الامانه واللي بيقدر يعطيك هي النتيجه. طب دكتور، بالفتره الاخيره لاحظنا دخول إليت هير فرع سوريا، وانفرض اسم سوريا بين الدول اللي كمان رائدة بزراعة الشعر. اليوم هذا البصمة وهذا الاسم أكيد كان في تأسيس له، كان في تعب من حضرتكم لتقدروا تأسسوا أفرع خارج سوريا، واليوم حضرتكم بسوريا. خلينا نحكي اليوم عن تعبكم، عن تحضيركم لتقدروا اليوم تمثلوا حالكم بالشكل الجيد. هلأ بالنسبة لأن هي كانت أول شيء حتى نقدر نحن ننقل الخبرة هون لسوريا بنفس المستوى ونفس الجودة، لازم كان نأهل كوادر اللي هي ذاتا جوهرة إليتير، هي الكوادر الطبية المتمرسة والمتمكنة فيها. فكان في كوادر من سوريا تدربت خارج سوريا لمدة 5 سنوات، ومعهم نحن قدرنا ننقل هي الخبرة لسوريا بنفس المستوى تماما. هلأ نحن اليوم بدمشق عم نعطي نفس الجودة ونفس المستوى اللي عم نعطيه بأوروبا وبكل الدول، ما في أي فارق، لأن الكوادر اللي تدربت خارج سوريا لتنقل هي الخبرة لسوريا بفترة لا تقل عن 5 سنوات. هي مرحلة التعب هي الأساسية اللي كانت صحيح التأسيس، هي مرحلة تأسيسية. بعد وقت اللي انطلقنا لهون كان عندنا نحن هدف بسوريا صراحة، هو نقل الخبرة للبلد، نقل خبرة زراعة الشعر للبلد، وهي تكون الخطوة الأولى بهدفنا ومشروعنا الأكبر اللي هو نقل خبرات أو نقل فكرة السياحة العلاجية أو السياحة الطبية لسوريا. لأن مثل ما بتعرفوا حضرتكم هي بترفض الاقتصاد الوطني، صحيح، بالقطع الأجنبي بترفض، بتوفر فرص عمل كتير كبيرة، بتحرك القطاع السياحي بنفس الوقت. فهو الخطة الكبرى نحن بالنسبة لنا أو الهدف الأكبر هو تنشيط وتفعيل قطاع السياحة العلاجية بسوريا، مع أنه كان في كتير قبل إليت هير تجارب بموضوع زراعة الشعر، ولكن مع الأسف هي التجارب كانت إما فاشلة أو خجولة، لأن النتائج كانت غير جيدة. يعني كانوا عم بحاولوا يستقطبوا مرضى، ولكن بما أنه النتائج غير جيدة فما كان يجي المريض من خارج سوريا حتى لسوريا ليقوم بهذا الإجراء. ولكن اليوم وقت نحن عم نعطي نتائج بالضاهي أو حتى أفضل من الدول الأوروبية أو دول الجوار، فاليوم صار المريض بالأخص العربي من دول الخليج العربي، من كل الدول اللي عم تجي اليوم لسوريا، كلهم عم بيفضلوا سوريا اليوم بموضوع زراعة الشعر عن الدول المجاورة. تماما دكتور، يعني اليوم الطبيب السوري عم يتميز بكل المجالات الطبية، وهذا الشيء أكيد له عامل جذب مهم، وخصوصا مجال الجراحات التجميلية. يعني اليوم قديش في أشخاص عم يتوافدوا من برا البلد لإجراء هاي الجراحات. دكتور خلينا نحكي اليوم عن الأشخاص، هل في أشخاص ما بتقدروا أنه تعملوا لهم زراعة الشعر لأعراض صحية أو مشاكل صحية عندهم، أو ما إلى علاقة هذا الموضوع؟ أكيد له علاقة. هلا هي أغلب الحالات اللي بتتواصل معنا نحن نقوم أول شيء بدراسة الحالة، ندرس السجل الطبي للمريض. الحالات النادرة اللي نحن ما بنقدر نعملها، مثلا إذا المريض عنده سرطان لا قدر الله، إنه عم بياخذ كيموثيرابي أو راديوثيرابي، أو في عنده أمراض جلدية مستعصية بمنطقة الزراعة، هي الحالات النادرة اللي ما بنقدر نزرعها. هي من حيث السجل الطبي للمريض، ولكن من حيث خلينا نحكي من ناحية العملية لموضوع زراعة الشعر، طول ما المريض عنده منطقة مانحة قوية وعنده درجة صلع مثبتة، فنحن بنقدر نعمل له العملية. تمام.
طيب دكتور، اليوم عندكم مساء فعالية للشركة، خلينا هيك نحكي أكثر اليوم عن طريق صباحنا لليوم، نعمل دعوة هيك للناس لهي الفعالية، نحكي أكثر شو حابين اليوم تحكوا بهي الفعالية، شو حابين تعرضوا؟ هي الفعالية، نحن عندنا فعالية سنوية لإليتير، وبنفس الوقت نحن بعد جهد طويل وعناء طويل قدرنا ناخذ شهادة الايزو بفرعنا بسوريا. على فكره نحن باول فرع من فروعنا حول العالم نقدر ناخذ فيه شهاده الايزو هو فرع دمشق. هذا فخر لنا، اكيد انه قدرنا عن جد اثبتنا لنفسنا بالدرجه الاولى ولكل المنافسين لنا بهذا القطاع انه نحن اليوم بسوريا عم نقدم جوده افضل من الدول الاوروبيه والدول المجاوره. اخذنا شهاده الايزو بجداره، شهاده حقيقيه، ضلينا تقريبا سنه بمتابعة مستمرة مع شركة الايزو، هن دائما عندنا بالكلينيك بشكل دوري عم بيراقبوا الجودة، عم بيعطونا خطط تطويرية الى اخره، فكان هذا بالنسبة لنا نجاح كثير كبير بالنسبة للشركة على مستوى العالم وبالنسبة لفرعنا بدمشق. فاليوم هي الاحتفالية باستلام شهادة الايزو، هذا العنوان الرئيسي. إضافة إلى ذلك في مجتمع إليتير ومحبين إليتير في سوريا، نحن دائما بنحاول ندعيهم بشكل سنوي للفعالية، فاستغلينا أنه الشهادة بنفس الوقت أنه الاجتماع مع محبين ومجتمع إليتير. نبارك لكم أكيد نحن بدورنا ونتمنى لكم لكن مزيد من النجاح. واليوم نحن مثل ما بلشنا بالمقدمة، أنتم كسوريين نحن فخورين بكل عمل وبكل إنجاز ضمن الظروف اللي نحن عم نعيشها حاليا. ذكرت حضرتك أنه اليوم الطبيب السوري عم يفرض اسمه بالسوق الأعمال التجميلية بالتجميل بشكل عام، ولكن اليوم في شغل كتير مهم. نحن من رفقاتنا بنعرف من المحيط اللي موجود حوالينا، الناس اللي برا وقت اللي بدها تعمل زراعة أو تعمل تجميل عم تيجي على سوريا، والناس اللي بدها تسافر عم تعمل هاي الإجراءات التجميلية قبل ما تسافر. اليوم إذا بدنا نحكي عن الأسعار مو كأرقام، اليوم سوريا رغم كل هذا التميز ولكن سعرها لسه محافظ، يعني عم يكون مناسب. خلينا نحكي عن هاي النقطة، انجذاب الناس لهي الفكرة بين الخبرة والسعر. هلأ بالنسبة لهذا الموضوع بسوريا، طبعا أكيد الأسعار بالنسبة لدول الجوار وبالنسبة للبلدان العربية بشكل عام منافسة جدا جدا على مستوى زراعة الشعر، على مستوى الطب التجميلي، الأسنان إلى آخره. هذا الشيء عم بيخلق بيئة جيدة جدا لاستقطاب المرضى من خارج سوريا. طبعا الظروف عندنا بالبلد، الايدي العامله، هي الاجور الايدي العامله مناسبه اكثر من دول الجوار، هذا عم بيخلق عندنا فرصه انه يكون السعر مناسب اكثر، وهذا عم بيخلق منافسه وتشجيع لقدوم المرضى من خارج سوريا. كثير مهم اليوم نفرق بهي النقطه، يعني في ناس احيانا بتقول لك السعر غير، بجوز المواد المستخدمه عم تكون اقل، ولكن احنا اليوم عم نضوي على موضوع اليد العامله بسوريا وليس اليد العامله، الاجور، الكلينيك. بالنسبه مثلا اي كلينيك في عنده مصاريف اخرى، يعني صحيح. ما هو بس المواد المستخدمه، نحن بالنسبه لان المواد المستخدمه، الادوات المستخدمه بفرع دمشق هي نفسها المستخدمه بالافرع بالثمان دول الثانيه اللي موجوده، وحتى بجوده اعلى موجوده بسوريا، ولكن بتضل هون اجور الايدي العامله مناسبه اكثر، فسعرنا بسوريا انسب بشكل عام، انسب من الفروع الثانيه مثلا. نحن كإليتير، وهذا نفس الموضوع بالنسبه لكل الاطباء او بالنسبه لجميع المشافي والمراكز. تمام دكتور، في اشخاص كمان بيعانوا بالاضافه لمشكله ضعف الشعر كمان بالحواجب احيانا، في اشخاص صحيح. وبتروح يمكن لمراحل تاتو او في طرق زرع الحواجب، تحكي لنا شوي عن هي الاليه. زراعه الحواجب هو اكثر شيء عند المريضات، نحن بنعمل زراعه الصبايا حواجب، يعني زراعه حواجب خلينا نحكي 90% للصبايا و10% للذكور. زراعه الشعر يعني بين الذكور والاناث بشكل متساوي، ولكن زراعه الحواجب هي كمان مثل زراعه الشعر، موضوع بسيط. ناخذ البصيلات من منطقه الرقبه من الخلف، ناخذ بصيلات الناعمه جدا اللي تتناسب مع الحواجب، وبنزرع وحده وحده بالحواجب، وبتطلع النتائج طبيعيه جدا، ما بتختلف عن الحواجب العاديه الطبيعيه. طيب دكتور، مثل ما تعودنا اليوم بهذا النجاح وبالامسيه اليوم اللي عم تعملوها اليوم، نحن ناطرين مشاريع جديده، هل في شيء تحضيرات جديده؟ في مشروع انطلقنا فيه من السنه الماضيه، كان هو مجرد مشروع السنه الماضيه اسمه يس سمايل. هو الفكره انه يكون في عندنا مركز اسنان بسوريا،
بمواصفات عالمية نفس المواصفات اللي نقلنا فيها موضوع زراعة الشعر وخلقنا فكرة جديدة أو صححنا الفكرة الخاطئة اللي كانت عن زراعة الشعر. اليوم نحن عم نمشي بنفس المجال بموضوع الأسنان بمشروع يس سماي. تماما دكتور، تخبرنا عن عنوان المركز بالشام للأشخاص اللي عم يتابعونا واللي بيحبوا يزوروا المركز. المركز بأبو رمان مقابل السفارة الإماراتية تحت الهلال الأحمر مباشرة، عنوان بسيط جدا. أكيد ما بيضيعوا اليوم، مثل ما أن هذا الإجراء تجميلي جراحي، فشكرا لكل جهودكم. كلمة أخيرة من حضرتك اليوم، شو حابب هيك اليوم عبر الإخبارية السورية وصباحنا غير تحكي؟ بحب أتشكركم على دعوتكم الجميلة، وأنا فخور جدا بتواجدي ببلدي. وكل دائما أي طبيب سوري قد ما كان نجاحه برا كبير، إذا ما كان هذا النجاح ببلده فبيضل هذا النجاح منقوص. فإن شاء الله نحن نقدر نسطر هذا النجاح ببلدنا أكثر وأكثر حتى نقدر نضيف شيء لبلدنا بالأخص بهي الظروف. أكيد بدنا نتشكر حضورك معنا، وشكر لجهودكم ولكل الأطباء المتميزين. شكرا لكم. شكرا لك الدكتور عبد العزيز بلوي، مدير مجموعة إليت هير العالمية، وتحية من خلالك لكل كادر العمل والأطباء الموجودين بالشركة. شكرا لحضرتكم، نتمنى لكم كل التوفيق والخير. شكرا لك دكتور.